حقيقة السيد السوداني مغلوب على أمره منذ البداية، منذ أن تتشكل الحكومة، يعني منذ أن اختاروه هو مغلوب على أمره. ليش؟ لأنه هو نتاج اختيار مجموعة أحزاب، وهو نتاج الإطار، يعني هو مرشح الإطار. ليش يستغرب؟ وليش يعني مو جاي من القمر؟ لا، هو كان ضمن العملية السياسية وهو نتاج هذه الأحزاب. فإذا هنا السيد السوداني لازم يمتثل لجميع أوامر الإطار بكل قادتها، يعني مو قائد واحد فقط، لا، كل قادة الإطار لازم يمتثل لهم وش يريدون يسوي. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، ما هي المنجزات اللي حققها السوداني من استلم لحد الآن؟ صار لنا إحنا يا أخي معيبة، صار إحنا 8 أشهر والموازنة لم تقر لحد الآن. طيب إحنا أي ملف انتخابات، احنا نناقشه ونقعد نحدد انا هسه استمعت الى تقريركم، حقيقه ما اعرف يعني هاي مو جنابكم عفوا القناه، لا، الحكومه تتحدث هل يراد لنا فلوس واحنا هيش محتاجين واحنا. طيب انت المفوضين لحد الان اخي العزيز، لحد الان اكو لغط انه يريدون يغيرون المفوضيه، يعني تعرف انت ذا غير المفوضيه، مجلس المفوضين يعني شنو؟ ما نعرف احنا مجلس المفوضين، مره ثانيه حيجيبون قضاه او راح يجيبون تقنقراط او راح يجيبون اكاديميين، زين حيسووها محاصصه بيناتهم. احنا اي سخريه هاي الانتخابات، اي انتخابات يتحدثون عنها؟ هنا انت لازم اول مره تهيئ المجلس المفوضين، ومجلس المفوضين هو اللي يحدد ما يختاره وش يريد. اذا هم لحد هذه اللحظه يقولون احنا ما عندنا ثقه بمجلس المفوضين ولازم يتغير، هاي واحد. اثنين، بيناتهم النزاع قائم على الموازنه. طيب. يعني شوف، ناس تريد الموازنه الحصه، ناس تريد الانتخابات تتهيئ للانتخابات، ناس تريد، زين الشعب وين؟ الشعب هو وين اصلا؟ الشعب العراقي وين؟ طيب ما انتم نفسكم تظاهرتوا يا الجسر المعلق، انا ليش اكررها استاذنا الفاضل؟ هم يقولون بانهم نواب عن الشعب العراقي ويمثلون هذا الشعب استاذ كاظم تحت قبه مجلس النواب العراقي، بالتالي هذا الشعب هو من اوصل هذه الطبقه السياسيه اليوم. لا اخي العزيز، لا 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 لا، مو الشعب العراقي اللي وصلهم، لا لا، السلاح اللي وصلهم، القتل اللي وصلهم، الكاتم اللي وصلهم.